تفضل أمور. حضرتكم حاطين إعلان بالجريدة بدكم موظفين؟ مزبوط، بس على أي وظيفة مقدم حضرتك؟ بدكم معلم طباعة صحيح؟ صحيح. ومدير مبيعات؟ مزبوط. إيه. وشوفر بيك أب؟ إيه. ومدير شؤون الموظفين على ما أذكر؟ صحيح. صحيح. بس ما قلت لي على أي وظيفة مقدم حضرتك؟ على الأربعة. قصدك بتقدم على الأربعة والوظيفة اللي بتزبط معك بتتوظف فيها؟ مش هيدا قصدي، بعتذر. لا، على الأربعة يعني بدي أتوظف فيهم كلهم، أربعتهم يعني. باردون؟ على الأربعة؟ لنا. وراسك الخامس كيف بدك تشتغل أربع وظائف حبيبي؟ يا أستاذ مهم النتيجة، بدي أخذ معاشية الأربعة ومهم النتيجة، شو فارقة معكم؟ ماشي، حاخدك عقد عقلتك. كيف بدك تلحق على الأربع وظائف؟ مثل ما ملحق جبران على رئاسة التيار والتكتل والخارجية ومستشار الرئيس. شو ناقصنا؟ بتعبي لي طلب بليز؟